عايزة أسألك، يعني إيه اللي جاب الفكرة في بالك؟ أو يعني جت إزاي؟ بدأنا إزاي؟ لا، انا من الاول من زمان انا اصلا بحب اكتب كلمات. كنت ببيع الاغاني دي، يعني الناس بتغني اغاني عاديه مش اغاني. بتكتب بتكتب أغاني. ببيع مجرد الاغنيه بس مش اكتر، أيوة تمام. كلمات. انا كنت عندي مشكله يعني مع تخص الادمان، تمام. والحمد لله حليتها وبفتخر بده. الحمد لله. ما طبعا بقاش طبعا. يعني ان انا مكسوف ان انا اقول كده. ايوه بالعكس، انا دلوقتي بساعد الشباب ان هم تمام. الكلام ده كان يتخطوا ده. من قيمة 7 سنين مثلا ولا حاجة. وبعد كده استغليت ان انا اكتب كلمات راب عشان تخص تغير، الكلام تخص ده الموضوع ده. بالظبط لازم كده. تبقى فخور بنفسك فعلا. يعني انا بقى واحدة من الناس. دخلت، انا عايزة اقول لكم انا اتعرفت ازاي اصلا على استاذ تامر بدر. انا شفت ناس كتير قوي معلقين له على الاغاني. انا بطلت بسببك، بطلت بسبب اغنيه. طب انا اخش بقى اسمع الاغنيه دي. لما دخلت سمعت الاغاني الراب، انا انبسطت قوي بالاغاني. حسيت انها يعني ايه، بتدعم وبتخلي الشباب فعلا يغيروا رايهم ويحاولوا ان هم قريبه، يعني يبطلوا. هي قريبه عشان كده قررت ان انا استضيفه النهارده. يعني الموضوع مش رسمي اغنيه، لا هو هي قريبه منهم. لا، هي فكره الراب في اوروبا اصلا ان هي لازم تكون تخص مشكله. يعني الراب مش مجرد، لا يعني الراب بره لازم يتكلموا عن موضوع اجتماعي، بيناقشوا حاجه فيه. احنا هنا ده الراب بره. مستخدمين الراب، احنا هنا واخدينه في حته ثانيه. لا ساعات برضه، يعني كتير. مش كله. مش لا، كله. في ناس مش بتغني كله. بصراحه، طبعا. في ناس يعني طبعا. زي زاب ثروت وزي الجوكر والناس دي كلها بتعمل اغاني هادفه كانت تخص الراب. يعني مش اي حد بيعمل مواضيع ما لهاش معنى. يعني الاغاني في ناس بتاعتك كتير عامله ملايين مشاهدات. والله. بص، انا في البدايه عملت اغنيه كده يعني كاستطلاع ان انا اشوف الدنيا رايحه فين. وعملت اغنيه حرب فكره اللي احنا اللي بدانا سمعناها في بيها دي. الاول. دي انا صحيت من النوم لقيتها عامله فيوهات كتيره جدا. ثواني بس يا تامر، يعني دي كانت اول اغنيه لسه بتبدا بيها. دي اول اللي قلت اغنيه تجرب بس اعملها ما انا. شاء الله. يعني انا اول كنت بطلع الاغاني دي لناس تانيه يعني ككتابه، لكن كانت اول اغنيه افكر ان انا اعملها. وكانت بدعم من جمعيه الرساله، يعني هي اللي صرفت على الاغنيه وكده. وبعد كده صحيت لقيت يعني سمعت بعرق، يعني مثلا من ربع مليون لنص مليون لعامل 4 مليون مثلا على الساوند كلاود مثلا. لبرامج كتيره كل ابلكيشن بيترفع عليه الماتيريال بيحقق فيوهات معينه يعني. فلقيتها في صدى، يعني ان هي اتسمعت وان الناس بدات تكلمني عليها. وصحيت لقيت الموضوع في حته تانية. انت كنت تانية. متخيل انها تبقى هتوصل ولا لا؟ مش بالصورة دي بصراحة. ما اكتشفتش ان المجتمع ده كبير لما بدأت اكتب في الاتجاه ده. ايوه. حسيت بايه بقى؟ حسيت بايه اول ما حسيت ان انت نجحت والفكرة بتاعتك نجحت؟ لا، انا ما بدأتش احس ان انا نجحت لما الناس بتقابلني في، يعني مثلا اسافر اسكندرية، اسافر هنا، حد يوقفني، حد يسلم عليا. بدأت احس ان في صدى، ان الكلام ده ليه صدى في الشارع، حتى لو الصدى ده يعني نسبي، لكن كان ليه صدى في الشارع. ايوه. فكملت بقى، يعني عملت حاجات كتير. مثلا عملت تراك اسمه اوضه ضلمه، ده برضو جايب رقم على اليوتيوب. والساحره الشريره مسكت السكه دي بقى، خلاص ركزت بقى فيها. يعني بقيت اغني في الاتجاه ده. مثلا موضوع يخص البيت، موضوع لان انا اصلا يعني اخصائي اجتماعي، لان انا درست برضه خدت مدارس علاج ادمان وكده. فبقيت ملم بالموضوع بشكل اكبر. حد كان ليه معايشه وحد درس الكلام ده. فالموضوع بالنسبه لي بقى ايه؟ عنده خبره، يعني بقى ان انا خبرة. عارف اكتب يعني عليه في كذا اتجاه، حتى لو انا مش في الاتجاه ده. يعني مثلا بكتب عن البيوت، بكتب ان في بيوت مثلا بتبقى ليها يد في الموضوع ده. أيوه. بكتب في كذا حته، مش لازم اكتب على الشيء ذات نفسه. المؤثرات اللي حواليه اللي ممكن تبقى كده. وصلته لكده. بالظبط. ايوه فاهمك. طب انت يعني اكيد طبعا في قصص شباب عدت عليك، ممكن يكونوا سمعوا الاغاني اثرت فيهم. يعني احكي لنا قصه مثلا. هو قبل اي حاجه هو لازم يكون في قرار من البني ادم ذات نفسه. التراك اكيد ده داعم، يعني اكيد اكيد شيء داعم. او مثلا لو ربنا بيبعت رساله لحد برضه بتبقى شيء داعم ليه في حياته بقى الاجتماعيه، في حياته الشخصيه. انما التراكات كانت وسيله دعم، انها مش تبقى، يعني ما افتكرش ان هي تبقى وسيله قرار. ايوه فاهمك. لازم يبقى قرار من جوه، هو بالظبط كده. مقتنع
بيه بس مش عارف ياخد الخطوة او مش عارف يمشي ازاي. بالظبط كده. رغم ان العدد في مصر يعني عدد المتعافين في مصر عدد كبير مش قليل. يعني احنا معانا تعليقات للناس هيعرضوها دلوقتي هنشوفها مع بعض، وانا عايزاكم تتخيلوا كم الناس اللي انبسطت وتعافت بسبب الاغاني بتاعه الراب دي. وزي ما نور قالت احنا زمان كانت في السمسميه وكان في بقى العود والكلام ده، دلوقتي الشباب عايزه الاغاني اللي رتمها سريع. الراب معانا الاغاني اهو. التعليقات قولي بقى كده، يعني لما بتشوف التعليقات دي يعني احساسك ايه؟ بكمل خلاص، اللي هو كده دي اشاره ان انا اكمل. بالظبط، هو ده السبب ان انا بكمل. يعني دايما بعمل جديد، دايما بشوف الدنيا واصله فين النهارده واحاول ان انا اطور وكده. اكتر تعليق انبسطت بيه؟ انا بطلت بسببك، يعني دي بتجيلي كتير. ايوه بتجيلي كتير، ما عندي يعني عندي ناس كتير بتبعت لي كده.